استعادتها. يحاول لاعب كرة بينية غدارة. هذه الكرة تدخل المرمى وجول. ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. كان التفاهم رائع وكان بينهما توارد خواطر مثالي لتحديد توقيت تحرك اللاعبين. Thank you.
نصف المشوار. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة والسعي لإنهاء المباراة بكل النجاح. مباراة صعبة ولكنها مثيرة للمشجعين، والنتيجة هدف مقابل صفر. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. لا يمكن أن تعاول على تقدم بهدف واحد، بهذا تأتي فرصة للمنافس للعودة من جديد. على الفريق أن يفكر في تأمين النتيجة بدون الدفاع بدلا من البقاء في مناطق الدفاع. حتى الآن تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. كرة على الرواق، عنده مساحة خالية على الطرف في الزمان والمكان المناسبين، لكن النتيجة النهائية لم تكن ناجحة.
من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حالاته. ليس من السهل الحفاظ. Jangan lupa di subscribe, likes, dan juga di share videonya. Terima kasih banyak ya.